نتكلم عن سر من أسرار سورة البقرة. كيف أن هذا الفيديو عندي في هذه القناة سبحان الله هو على اليوتيوب وعلى الفيسبوك وعلى التوك توك حصد 700,000 مشاهدة، حصد 42,000 لايك، حصد تقريبا عندك 4,000 تعليق، حصد فقط على الفيسبوك 9,700 مشاركة. سبحان الله، تفاجأت والله كما تفاجأت أول مرة مع سورة البقرة. نعم، أنا لا أريد أن أتكلم، ولكن أتكلم عن هذه المفاجأة، وسأنصح بقراءة سورة البقرة كما بينت. نبدأ على بركة الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأحبتي في الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أول شيء دقول كلام، أنا لست شيخ، أنا أخوكم أبو أحمد ابتلاني الله وأذن الله لي أن أعيش آيات، هكذا هذا مراد الله، ليس لي من الأمر شيء، لست شيخ ولست عالما، لكن كشف الله لي أمور ما خطرت على بال أحد. نعم، لربما الناس كانت غايبة عن هذه الأمور، لا تدري ماذا يحصل معها، وكانت تمر مر الكرام عما يحصل معها بفضل الله وفضل سورة البقرة. فسبحان الله، يعني الكلام الذي يعني أريد أن أتكلمه عن فضل سورة البقرة وعظمة سورة البقرة، والله إني أكن احترام لكل مشايخنا، وعندما أقول ثبت ولم يثبت، لأنه والله شيئا يعني يمزقك من الداخل عندما عندك نتائج، وعندك يعني نتائج مش شخصية وكانها كرامة تخصك أنت، لا، يعني أنا لا أتكلم وكان الله أكرمني بكرامة فأنا طبقت الورد 30,000 وهو ذا شيء يخصني، لكن هناك من طبق وأنا طبقت على طريقهم وطبقوا على طريقي وقطفوا ثمار الاستغفار، وهكذا تجلى الأمر وهكذا تبين الأمر حتى وصل الأمر إلى شيء كبير، فضل من الله ما فيه الشطارة، هذا أمر الله وفضل الله، وانسب الفضل لله، ولئن شكرتم لا أزيدنكم، ما هو الشكر؟ ننسب فضل هذا كله لله، وما بكم من نعمة فمن الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، نعم ويعفو الله عن كثير. سبحان الله، عندما أخذ سورة البقرة، أنا صراحة أنا مش بصدد إني أتكلم عن سورة البقرة الآن، مع إني أحب كثيرا، ليش قلت أنا بحب مشايخنا؟ والله بحب مشايخنا، ولكن مرات بتغيب عنهم أشياء، والله أهو يعني المولى عز وجل أذن في هذا الزمان الرديء الذي يعني قد يكون إحنا اقتربنا من ساعة الحسم، يعني أحداث آخر الزمان، لا أريد كمان أتكلم عن أحداث الزمان آخر الزمان، لكن هناك لا يوجد لنا معين على الحق أبدا أبدا، لا يوجد لنا معين على الحق أبدا أبدا، حتى إن شاء الله إن الله سيبعث على رأس 100 عام رجل يجدد لنا أمور ديننا، فهذا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على رأس كل 100 عام يبعث الله لنا رجلا يجدد لنا أمور ديننا. الحمد لله رب العالمين. شو اللي بدي أقوله؟ والله يا جماعة أقسم بذات الله، يعني أنا من قراءتي لما بين السطور، وأنا مش شاطر ولا شيخ ولا عالم، ولكني هذا ما أقرأه، عندما قرأت سورة البقرة وأخذتها من باب إنها بركة، فلوس وكذا، الفلوس الوقت يعني هيك، يعني فاهم كل واحد بيفهم شو معنى كلمة بركة، يعني مش تتبذر الأمور تتبخر من يديك وأنت لم تشعر بها هكذا، لكن عندما بدأت أقرأه وأقرأه تجلت شيء آخر. سأضع رابط هذه الحلقة، يعني سورة البقرة والأربع أقفال مع هذه الحلقة، لكن هنا سبحان الله ليش أنا تفاجأت، والله تفاجأت، يعني مرات سبحان الله في بعض الأحيان تدخل هيك إلى وكان الله يعني يبتليك، نعم يبتليك، بأن كما يبتلي عباده، يعني مش عقاب، في فرق بين البلاء والعقاب، في فرق كبير، يعني لربما تسأل عن إشارة من الله ف
فلم تأتي هذه الإشارة، وتأتي رؤى مثلا من عند ناس آخرون ينبهوك يقولوا لك يعني ما شاء الله رأيناك كذا ورأيناك كذا، هذه كلها إشارات. تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان لا تكذب، رؤيا المؤمن جزء من 46 جزء من النبوة، هذه أحاديث صحيحة، من يريد أن يهمشها فيهمش أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصود أنه نأتي بإشارات. فما يعني سبحان الله فتحت الفيسبوك وإذا لربما شخص ما عمل مشاركة إلى هذا الفيديو الذي سأبين أرفق صور معه، وإذا هو فيديو على الفيسبوك 440 ألف مشاهد على الفيسبوك لحالة، 440 ألف مشاهد على الفيسبوك لحالة، وكان على اليوتيوب هذا نزلت الفيديو مرتين يعني مرة يعني درسين، واحد حصل 192 ألف مشاهد وهذا قبل شهر يعني، وواحد قبله بأربعة أشهر قديما كان 22 ألف مشاهد هذا على اليوتيوب، وحصد على التيك توك، على التيك توك حصد أظن 22 ألف مشاهدي. فيعني عندنا هون تقريبا 700 ألف مشاهدي على فيديو من، وأنا قناتي ليست متربحة. لازم تفهم عندما تكون متربح فاليوتيوب يعني يعرض أكثر، فبصير يعرض هذه الأمور أكثر وأكثر. لكن هنا الشاهد إن ساعات المشاهدي ساعات، مئات ألاف الساعات من المشاهدي، هو مش العرض. العرض عندما يأتي العرض المشاهدي شيء وعرض المحتوى شيء، العرض بالملايين. يعني عندما يعرض اليوتيوب مثلا هذا الفيديو فيعرض بملايين المرات خلال شهر أو من فترة تنزيله، ولكن المشاهد هي عندما تشاهد أنت، فهذه هي. لكن المشاهدة لربما تكون قليلة، ولكن الساعات تبعت المشاهدة تدل على كم من الوقت شاهد الناس هذه الحلقات. لإيش بدي أصل أنا؟ فالناس شاهدوا هذه الحلقات تقريبا يعني بمئات ألاف الساعات من المشاهدة، والله وكأن الله. بدي أرجع لقصة مشايخنا جزاهم الله خير، لكن سبحان الله غاب عنهم هذا الأمر، وأنا مش شاطر، هذا أمر أجله الله السببين وشوه. وكأن الله يريد لهذه الأمة أن تنهض على رأس المئة عام، أمطر لنا السماء بالاستغفار ولم يكونوا يعرفوا أن المطر ينزل الله بسبب الاستغفار. المطر والتدريج الذي في سورة نوح هو الترتيب الذي قال عنه جل في علاه، وأن الذنوب هي التي كانت سواد ليلنا، وهي الطامة الكبرى التي منع الأمة جل في علاه، منع الأمة من الخير وجعلها يعني جعلت نفسها، لأن الله عاقبها فبدأت فكانت في ذيل الأمم. وكأن الله جل في علاه أما لك الشف حقائق لناس يريد الله بهم خيرا، يريد الله بهم خيرا، نعم لناس يريد الله يبين لهم كيف النجاة. نعم إن هناك من الذنوب ما لا تستطيعه بالاستغفار. بسمع الدرس والله كنت أنزله، ولكن بدكم تقولوا يعني مين أبو أحمد مقابل هذا الشيخ، وبعلمه أنا لا أساوي شيء، بعلمه أنا لا أساوي شيء وهكذا. لكن عندما يأتي الشيخ مثلا ويقول لك لماذا أنت مهموم ويوم غد لم يأتي والبارحة قد انتهى، لماذا؟ خذ يعني بالله عليك جاوب هذا الجواب، قلك يعني انت ما تتهكلش هم اليوم القادم ويوم غد قد فاتك فخلص انتهى، هي هكذا؟ ألا يوجد حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي هذا الأمر إطلاقا من صدرك؟ بالأمنين، لأنه يعني أعتذر عندما تقرأ وتقرأ وتقرأ ولا يعني تعمل في هذا الشيء هون بتصير الأمور ما فاهم حلها. لكن بفضل الله إننا عشنا الاستغفار،
فكفانا الله همنا وهم اليوم الآتي والهم اليوم الذي مضى، وعشنا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك، كيف أنا بديش أهم؟ ما الله زارع الهم، ما الله يعاقب فينا بهذا الهم، الله جل في علاه يعاقبنا. نعم، والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، لا يطلب منك، يأمرك بالفحشاء ويعدكم فقر، حياتك كلها فقر، حياتك كلها نكد بنكد، انت انسان ليش خلقت؟ بقول لك الشيطان انت شو بتعمل مش مقبول، كيف بدي اخلص انا واعرف ربي واتقرب الى الله واعرف يزال هذا الهم، من عمل صالحا من ذكر او انت وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، كيف؟ نعم، إنه إنها هي الذنوب، بدك تتوب عن الذنوب، في ذنوب تستطيع أن تتركها، غيبة ونميمة تستطيع، ما فيش حدا لا يستطيع. نعم، أنا أعرف أن التدخين صعب، وأنا أعرف أن أشياء كثيرة صعبة، وأنا أعرف أن الناس لربما هي مديونة في البنوك والربا يعني مستمر عليها، لكن تقدر، في أمور تستطيعها وفي أمور سوف تقلصها سورة البقرة حتى تجعلها كالذر. سورة البقرة متى؟ هذا هو سر الأقفال الأربعة الذي تكلمت عنه بهذا الفيديو الذي حصد حتى الآن 700,000 مشاهدي، وكلها يعني شهر زمان تقريبا، منذ شهر 700,000 مشاهدي، الحمد لله رب العالمين. كل قناتي عمرها، وأنا لا أنتمي لا لحزب، يعني لا حدا بروج لي ولا حدا بطبطب لي، يعني أنا فضل من الله، الأمر لله، وأراد الله بهذه الدنيا خير، والله أراد الله بكل من يستمع هذا الكلام خير، وأنا لا شيء، لأن النتائج تأتي، يعني مش ما في كلام بس تنظير، كلام 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 جميل، والله كلامك جميل أبو أحمد، لا، في نتائج، في نتائج الناس التي عاشت الاستغفار، بدأ الله يمطر لها السماء، بدأت أرزاقها تأتي من حيث لا تحتسب، بدأت أمورها يعني تترتب. نعم، لزموا وعرفوا فعرفوا الله، نعم عرفوا ما هي الطامة الكبرى، إنها الذنوب، فبدأوا يعني أنا لو أنت تظلني عايش في هذه الذنوب أنا مش فاهم، بفكر إن الجمعة للجمعة كفارة لما بينها، وأن الحج للحج، يعني الحج يعني يعيدك كما ولدتك أمك، وإحنا حجينا والحمد لله رب العالمين، وعمرة للعمرة، والصلاة للصلاة، والوضوء يطهر، وكلها يطهر، وإحنا عايشين بجهنم. إلى متى يعني تنظير تنظير وإحنا عايشين في جهنم في الدنيا؟ إنها الذنوب يا أخي. لكن كل الإخوة الذين أضع لهم يعني تحصنوا عندما يبدأوا بالاستغفار، فتبدأ هيك هجومات للشياطين، نعم لك قرين، القرين هذا بيريدك في جهنم، عايش مبسوط معاك، ميكل شارب، نايم، مسافر، مخرب بيتك، مدمر حياتك، وهو هذا هو ديدنه، هذا يعني منى انه يطلقك من زوجتك ويخرب بيتك ويعيشك حياة نكدي ولا تؤمن بالله وتموت على الكفر، هذا منى موجود لهذا الشيء. فعندما لماذا اوجد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمولى عز وجل هذه التحصينات؟ شان تحفظنا تاج الذكر وكذا. فأنا عندما أضع التحصينات للمستغفرين عندما، لأنه في عندي رابط لقراءة كيف نقرأ سورة البقرة والتحصينات أذكار الصباح والمساء وكل هذا، فالمستغفر الذي لا يقرأ سورة البقرة لا يقرأ سورة البقرة برجاء، لكن يشغل سورة البقرة في البيت، لأنه ما بديتك تأخذ أكثر من اللازم على نفسك، وأنت بعدك مش محصن، أنت بعدك يعني أنت بعدك عظمك طري، أنت الشياطين تلعب فيك هكذا، فسوف يعني تقتض عليك من كل مكان. أول إشي بدك تتحصن تلزم الاستغفار، الاستغفار مفتاح المغاليق، نور الله وكتاب الله لا يعطي لا يهدى لعاصي، فأول إشي نستغفر 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 حتى يتغير حالنا، يمطر الله السماء، تبدأ الأمور تهدأ، أمور طيبة جميلة، قطفت ثمار، فتح الله عليك مثلا، والله فتح علي بال2015 كلها فقط بالاستغفار. طبعا أنا أصلي أركض 5 صلوات في تكبيرة الإحرام الأولى وقيام ليل وصيام وكل هذا عملته، لكن إني يعني أنا لزمت من ورد كثير هو الاستغفار، 30,000 استغفار في اليوم،
بصيغه استغفر الله استغفر الله، فلا يعيب علينا قطفنا كل ثمار، الحمد لله رب العالمين، بال 2015 بال 2022 بال 2023 ولا زلنا بفضل الله نحن نعيش في هذا، والاخوه بدونوا كتابتهن، فما تضيعش بين الاوراد اي صيغه، اترك الذنب اللي عايش فيه انت وعلقان فيه، واقبل على الله باستغفارك تائب نادم، وتعرف ان الله هو الذي عاقبك، فلا تلتفت لغير الله، فهذا كمان عليه عقاب انك اذا بدات تلتفت. يلا وين ابو احمد، وين المعلم، بدنا ناخذ شغل. لا الله بالليل هيك بالجوف الليل يا رب، لربما انا اتي اليك واقول لك يا اخي بدنا شغل، اذا بتعرف تشتغل بصير يصلك الطلبات الشغل اللي عندك، لربما مش معناها ما تقدمش طلب شغل، ولكن لا تنبطح تحت الاقدام. فعندما يعني يغيب عن الشيخ جزاه الله خير او عن اي داعي لانه ما عاش الايه، فهم ممكن انه ياخذ. سمعت يا اخي اي داعي، سمعت يا اخي طبق على نفسك، وبعد سنه الايام بتركض، بقول لك كيف بتعلم الواحد، بعد سنه بالاستغفار، بعد سنه بسوره البقره يتغير حالك، تجد هل انا قلت لك ما قلت، فانت تصير تتكلم عن نفسك، انت قصه وفلان قصه يتكلم ويدعو الناس، كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كيف بدك تنهاني عن منكر وانا اشكي لك المنكر اللي انا عايش فيه؟ كيف وانت بس بتنظر لي؟ كيف لا تجلدني يا اخي، فقط جلد جلد جلد. ممكن انت منهمك في دراستك في علمك وما فيش عندك وقت انك انت، فالله حافظك مثلا، لكني انا اتقلب بعذاباتي وأنا شكيت نفسي لك وفضحت حالي أمامك، فبتقول لي عليك أن تضبط نفسك ولا تشكي هم الغد، والله زارع هذا الهم في قلبي عقابا إلي. وهناك في قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا كان حديث ضعيف قبل أن نأخذ الاستغفار، لكن عندما لزمنا الاستغفار والإخوة في 2022 لزموا الاستغفار وكلهم كتبوا أننا الله رزقنا من حيث لا نحتسب، فهذا الحديث أصبح صحيح، لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا إما قال يا إما لم يقل، وما دخلنا بالرواه، إذ كان الراوي ضعيف وقال شيئا صحيح، فهذا وجدناه ثمار، مش أنا، مش اثنين، مش عشرة، مش عشرين، مش خمسين، مش مية. فكل من لزم الاستغفار في إكثار وتاب من الذنب رزق الله من حيث لا يحتسب، يعني جاءه مبلغ من حيث لا يحتسب، يعني ما كان يحلم فيه. يعني واحد بيتصل في واحد بقول له اعطيني رقم حسابك بدي احول لك فلوس، مش موجود فيه نقطة. طيب فأنا هذا يكفيني همي إذن. طيب والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال أبي بن كعب للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله إني أكثر صلاة عليك، فكم أجعل من صلاتي لك؟ قال: في زيارة في ضيوف، كم أجعل من صلاتي لك يا رسول الله؟ أجعل ربع صلاتي لك؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: نصفها؟ قال: إن شئت وزدت فهو خير لك. حتى وصل: أجعل كل صلاتي لك يا رسول الله؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. الشاهد هنا أنا أردت أن سبحان الله، وكان الله يريد خير في هذه الأمة، يريد أن يجدد للأمة، يريد أن يحيي الأمة من جديد بعد أن ماتت وأصبحت في ذيل الأمم ونحن على رأس المئة عام، لا أقول أنا، لكن الله جل في علاه الذي سيجدد لهذه الأمة ويبعث لها من أمرها رشدا، فيبين لها أن الأقفال الأربعة عليك أن تكسرها عشان تشلح هذه الذنوب وتصبح من هذه الأمة التي تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر وتحل مشاكلها وتعرف شو مشاكلها وتنهي على هذه الأصحار وتنهي على هذه التعطيلات. نعم، ما بين الاستغفار وسورة البقرة ستنهض الأمة، والله والحمد لله رب العالمين على هذا الكم. سبحان الله، والله تفاجأت كما تفاجأت أول مرة من قراءة سورة البقرة، تفاجأت من هذه الأعداد، مع أني لا أتكلم الآن كثير عن سورة البقرة لأنها الذنوب الذنوب، فنقول استغفروا استغفروا وتوبوا توبوا توبوا. كيف تفهم كيف تفهم ما معنى سورة ما معنى الحياة، مفهوم الرزق، ليش ما تحسدش الناس؟ تفهمه فقط بسورة البقرة، فقط بسورة البقرة ستفهم أن الله كفاك وعطاك وانت راضي، ولا انت بحاجة لمليون دولار، والله راضي، لا تريدهم مش ببالك.
فهذا فقط سورة البقرة. فما بين سورة البقرة يعني والله تفاجأت، وهذا شيء يعني أفرحني كثير، مش لأنه يعني وصل الله يريد شيء جل في علا عندما يبين لنا إن الاستغفار أنقذ ونجى ناس من تحت الزلزال من تحت الأنقاض. الله يريد شيء، الله يريد يبين. نعم، عندما أخت سجلت، هذه الأخت التي قالت نجاني الله من الزلزال، وأنا هي شابة سورية، قالت أرادوا يعني أردنا أن ننتقل من مكان لمكان، يعني وكأنه يعني مهجرين تهجروا، فجاءت شركة تأخذهم يعني أساس يعملوا، وبالآخر هي كانت لازم الاستغفار قبل ما تأتي معنا، فجاءها جاء الاستغفار يكلمها بالليل، يعني رؤيا بالليل يقول لها لا تذهبي مع هذه الناس، هذه الناس تريدك أن تعملي بالدعارة قهرا وجبرا، وأنا استغفارك لا تذهبي معهم، اسحبي أوراقك وخذي أوراقك ولا تذهبي معهم مرتين كهكذا. نعم، سبحان الله، إنه الاستغفار، إنها رحمة الله. الله يبعث لنا الرسائل، الله يبعث لنا كل هذه الرسائل، يريد بنا خير، يريد بكم خير، أقبلوا على الله. لكن الذين اجدادا معنا لا تأخذ سورة البقرة، برجاء لا تأخذها الآن، مش وقت سورة البقرة إياك، الآن وقت الاستغفار، حتى يعني يتغير حالك ويصير أمورك طيبة وتنتهي من هذه الشياطين. ونعم، الاستغفار الله سيقودك إلى كل خير، فيه الأرزاق والأموال والحياة الطيبة وكل شيء، وحفظ الكتاب، كل شيء الاستغفار، لأنه هو مفتاح المغلق. والاستغفار بعد ما إنه الله يفتح عليك سيقودك مباشرة إلى سورة البقرة بدون ما تبحث عنها، ستأتيك سورة البقرة. ولكن عندما أنا يعني أبعث روابط سورة البقرة ولا قراء سورة البقرة بصير عندهم هجمات من الشياطين، فعندما الإخوة الذين يستغفرون بصير عندهم هجمات من الشياطين، ونبعث لهم هذا الروابط، فلا يقرأوا سورة البقرة لكن يشغلوها في الموبايل. قراء سورة البقرة فليقرؤوها، نعم، لكن المستغفرين فلا يقرؤوها الآن حتى يقطعوا شوط طويل ويتغير حالهم مع سورة البقرة، مفهوم؟ لأنه هاي يعني أنا عندي لزوم الاستغفار، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، وثم كيف نقرأ سورة البقرة، أبطل سحرك بيدك بنفسك بقراءة سورة البقرة، لكنها مش للمستغفر، لأهل سورة البقرة. بصير صعب عليك جدا جدا، ثم تهجم عليك الشياطين كل مكان. انت جديد، الجديد يعني الشخص الجديد معنا لا يأخذ سورة البقرة الآن، لا تجازف يا أخي، لا تجازف قراءة سورة البقرة من باب الختمات ومن باب الحفظ، لا تشبه قراءة سورة البقرة من باب بلغ عني ولو آية، يعني تبدأ تكرر فيها حتى تتقيأ ما في بطنك، يعني تكسر القفل الأول فتطرد الشياطين من بيتك، ثم الشياطين والأسحار التي في بطنك وداخلك في بيتك تبطلها، ثم بعد ذلك هذه السقطات الكبيرة تبدأ تشلحها، ثم بعد ذلك وذلك لربما بعد 1000 مرة من قراءة سورة البقرة تبدأ تدبر أمرك سورة البقرة، وكأنه علمك يأتي وحي إلهام. نعم، واتقوا الله يعلمكم الله وكله بالدليل، نعم، فضل من الله. نسأل الله العلي العظيم أن ينفعكم بهذا التسجيل، والحمد لله رب العالمين. تفاجأت وكأنها رسالة أخرى من المولى عز وجل، يعني ربط على الكتف، ربط أو هيك، يعني لأنه الواحد كان هيك بده شيء من الله. نعم، الإنسان فيتفاجأ من عطاء الله، ووالله إني أرى إن الله يريد بالأمة خير، ما بين الاستغفار وسورة البقرة سنعرف الله، سيتغير تفكيرنا، إن كل شيء سيدخره الله إلى الآخرة، سنعرف إن الله يعطي مباشرة. نعم، لكن إحنا نتفاوت بين الذنوب، نعم، ذنب وسيئة، ذنب بينك وبين الله، سيئة بينك وبين العباد، سيئاتك تدفع ثمنها، لكننا نتفاوت، في منا مجرمين، في منا يعني فيهن شوي، في أكثر، في أكثر، حتى بالأرزاق نحن نتفاوت، حتى في الأعمار نحن نتفاوت، فمش لا نلهث وراء الصيغة. أنا استغفرت بصيغة أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وأكثرت حتى وصلت 30,000، وإن لم أكن أصل الأرض فأنا أجتهد، وهذا مني إني أصل، لكن بال 2015 6 أشهر 30,000 لم أنزل عنهم ولا يوم،
وقضى الله عني ديني بأكثر من 80,000 دولار وفتح الله علي وتغير حالي من يومها والحمد لله رب العالمين. وسورة البقرة أخذتها الاستغفار ب 2015، سورة البقرة 28/9/2019 بدأت أقرأها. فعشان هيك أنا بقول لك استغفر أول شيء، استغفر استغفر، مش معناها بدكش تقرأ قرآن، نعم بدك تقرأ قرآن، مجبور تقرأ قرآن، مجبور تأمر بالمعروف. لماذا تأمر بالمعروف؟ لأنه في حديث بقول لك الرسول عليه الصلاة والسلام فيه لا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أولي شكن الله يسلط عليكم عذابا لا يرفعه، تدعونه فلا يستجيب. عشان هيك بيذكر للناس اقرأوا سورة البقرة، استغفروا يا ناس توبوا إلى الله، نعم ذكر من باب معذرة إلى الله. واقرأ سورة البقرة، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن إن شاء الله صفحة، المهم افتح كتاب الله. لماذا؟ لأن المولى عز وجل يقول ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فأنت بدك تترك كتاب الله ستشملك هذه الآية، وإن تركت الأمر بالمعروف ستشملك هذه الآية، وإن كنت تتقلب في الربا فستشملك حرب من الله عليك، وإن طعنت في أولياء الله ستشملك يعني حرب من الله عليك. فغيب نميمي، أنت لا تدري من تسب ومن تشتم، ميك أحسن واستغفر واذكر الله. الحياة مع الله جميلة والله. والله الحياة مع الله جميلة جدا جدا جدا، أقسم بالله إنها أفضل من كل الرحل، أحلى من كل الدنيا. لكن هيك أنوار تتلألأ من المصحف، هيك تيجي أمامك خلاف البرق الذي على أوراق المصحف، الأنوار تتلألأ، تراها هيك وكأن الله بيبعث لك رسائل. نعم قد رأيتها أول مرة عندما طلبت من الله إشارة، فجاءت الإشارة في المصحف وأنا طلبتها من المصحف أنه جاءك وميض كذا، ثم رأيت كنت ذاهب إلى المسجد الأقصى يعني وأنا راجع أخذتني غفوة، فرأيت المصحف يتلألأ في رؤية مرتين أو ثلاثة. نعم رأيت المصحف تلألأ، وهذا من يومها وأنا أرى هذا الشيء بفضل الله والحمد لله رب العالمين. تتفاوت الأمور، لربما مرات بصير أشك بنفسي فتذهب لا يأتي شيء. نعم من كثر الشك ضوعت أشياء كثيرة، الحمد لله رب العالمين. وكان الله بيقول لك أثبت واصبر وكل شيء هذا من عندي جل في علاه والحمد لله رب العالمين. لماذا نبين؟ عشان أنك أنت تعبد الله وتعرف أن الله يعطي، نعم لا نكتم شيء، أكتم الصدقة عشان ما تفضحش اللي بتعطيها. هذه التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتم الصدقة، لأن الصدقة عندما تعطيني إياها أمام الناس بتفضحني، بتقلل يعني بتشعرني إني أنا قليل. فعشان هيك الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدقة السر خير من صدقة الإعلان. ما هي السر؟ إنك تضع الصدقة ولا حتى الذي أخذ لا يعلم بها. وصدقة الإعلانية أنا وإنت فقط، لا ثالث بيننا إلا الله، فهمت؟ واليوم بأخذوا كاميرات بيصوروا الناس، وهذا كله من باب الإذلال. نكتم العمل إني أستغفر 30,000، ولا نكتم الصدقة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأن تكتم، والمولى عز وجل قال لا تدري يمينه ماذا تنفق شماله. لا أنا أبين لك الاستغفار وكم أقرأ سورة البقرة وماذا أفعل. نام كل يوم تقريبا يعني القناة تأخذ مني وقت طويل صراحة، الدروس هذه والمراجعة وال يعني هنا في لربما في لحظة يعني هذولا 4,000 تعليق، والله يمكن تطلع 4,200 تعليق على هذا الدرس لحاله، يمكن نظرت إلى 200. ما فيش وقت لا أستطيع، بدك عمال يعني يجيبوا، وبتصبح أنت الوحيد الذي تجيب على هذه الأسئلة، أنت الوحيد الذي عاش والذي يعيش معنا يعني هذه الصورة حتى يقطف ثمارها، بنفع يصير يجيب. أما أي واحد قارئ كتب واسمعه التأذاك واسمعه يقرأ سورة البقرة بلاش فلسفة، إلا مش عارف بلاش يتفلسف، بس بتأثم بتضلل الناس أي صيغة استغفار، وقال فلان فيها 100,000، اتركك من 100,000 ولا 200,000، عيش سورة البقرة وهي ستتجلى، تشع نور هكذا، تشع نور، هي تشع نور.
كل يوم كل يوم تشع تزداد وأنت تزداد علمي دون، يعني كأنه الولد يكبر 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 ثم تراه هكذا ما شاء الله شاب كبير. نعم نوني هنا هذا فضل من الله الحمد لله رب العالمين. هذا الدرس إني والله إني أرى أن الله يريد خير في هذه الأمة أن يفهمها. لما بتفهم تعرف تتصرف. لما واحد بنظر من هون وواحد بقول لك الصيغات الفلانية وواحد بقول لك بصوت ولا واحد لكن عندما نعيش الآية وقطفنا ثمارها وتجلت والناس عاشت معانا وبدأت تكتب تعليقاتها وأنت ترى وتنظر وتقرأ 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 نعم فبدأت عندك صورة كاملة متكاملة بدأت تفهم. هذا هو عندما تفهم تعرف تتصرف. فهمت إنه الذنب فهمت إنك أنت إذا قرأت سورة البقرة بصوت ليش بدي معي 35 دقيقة إس إحنا 30 دقيقة الفيسبوك ينتهي على كمان 5 دقائق لأنه بعد 35 دقيقة الصوت ينتهي من الفيسبوك. معي 5 دقائق أتكلم يعني بإذن الله تعالى الله يفتح علينا إن شاء الله. نسأل الله أن ينفع الله بهذا الأمة وأن يصل هذه الفيديوهات إلى مشارق الأرض ومغاربها عشان بكفي تنظير. عندما تعرف شو مشكلتك ستعرف تتصرف راح تعرف كيف تتصرف. فهذا هذا هو يعني أنك أنت لما بتعرف تتصرف ما في حاجة لا تظلك تبحث ما هي الصيغة كم مرة لماذا بصوت أقرأ سورة البقرة بصوت لأن الصوت هذا يجلي القلب. المولى عز وجل يقول في آيتين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وهذا الوقت الأفضل إنك أنت القارئ. ثم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هو يتخشص يتصدع هذا القلب وهذه الجوارح وهذه هذه كل خلية في جسدك ستخشع لقول الله. سأقص قصة عن الشيخ العريفي قصة صغيرة هيك بس عشان نعرف شو معنى كلمة القرآن إن يعني عشان نبين. والمولى عز وجل كذلك كيف بدنا يخشع في الصلاة قد أفلح المؤمنون المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإنما قرأت القرآن بصوت خشع هذا القلب فخشعت أنت في الصلاة فتغير قلبك فلان والله يلين. لما تقرأ بصوت بتحب القرآن بتحب تقرأ فبصير تجود يعني يعني ليس منا من لا يتغنى في القرآن فبتصير مش بالقرآن سمع حالك فتقرأ سورة البقرة في البيت من المصحف بصوت تسمعه. ومرة واحدة كان لسورة البقرة في البيت كل الوقت ولكن المصحف كله يقرأ بصوت فقط من المصحف. هذا العريفي قال مرة رحت أتعلم الشيخ العريفي أظن هو العريفي محمد العريفي المهم قال رحت أتعلم إنجليزي فطلعت على جامعة خارج البلاد يعني جامعة صغيرة في منطقة نائية ما بدي عربي عشان ما حداش يحكي معي بالعربي. فبيقول ذهبت المهم وجد جامعة وإذا كلياتهم بيعرفوا صاروا ينادوا عليه هناك يعني في عرب طلع عربي هناك. الشاهد هنا في بيوم الأحد بيطلعوا على الكنيسة المسيحية يعني النصارى بيجيوا على الكنيسة ويبدأ يتكلم شخص إنه المسيح هو بدنا نصل إحنا إنه قرأ قرآن بالعربي أمام الناس اللي هناك. وإذا مرأة عندما قرأ قرآن ثم قال ما أتذكر هذه الكلمات أكل الولد التفاحة. عندما قال هذه الجملة يعني هو رتبها وكأنه يقرأ قرآن قالت له أجنبية لا تفهم عربي قالت له هذا كلامك وذاك كلام له أثر في القلب وكأنه كلام الله. يعني عندما قرأ القرآن قالت له هذا له أثر في القلب. وعندما قال أكل الولد التفاحة قالت له هذا كلام يخصك أنت ما له علاقة في القلب عشان تفهم شو معنى القلب شو بيفعل القلب. نعم
الله لا ينظر إلى وجوهكم ولا إلى أشكالكم ولكن ننظر إلى القلوب التي في الصدور. نعم لهم يعني قلوب لا تفقه. نعم القلوب تفقه كل شيء. ليش أنت لما بتخاف يعني يهبط قلبك؟ ليش؟ خليه يهبط رأسك، يهبط رأسك مش قلبك إذا كان التفكير. فخلايا الذكاء التي موجودة في القلب أكثر ذكاء من التي موجودة في الدماغ. هذا من قول العلماء طبعا. هنا إن شاء الله تعليقاتكم وجزاكم الله خير. أسأل الله أن ينفعكم بهذا، شيروا هذه المعلومات، خلي الأم إن شاء الله تنهض والدل على الخير كفاعله. تعليقاتكم وبارك الله فيكم. الحمد لله 700,000 مشاهدة على الفيديو الذي سأرفقه الأقفال الأربع لسورة البقرة، وهنا سبحان الله 42,000 لايك. عشان هيك أنا عندما قلت للأخوة في الفيسبوك، للفيسبوك عندي الأصدقاء عندي في البلد، يعني أنا لا أحتاج اللايك تبعك يا أخي، ولكنك بتدل على الخير، ببينك أنت متابع يا أخي أو غير متابع. هذا شأن يدلك يعني بخصك أنت. الحمد لله رب العالمين، إذا فيديو فيه على 42,000 لايك وفيه على 700,000 مشاهدي، والله الأمر كله لله. وأنا عندي في القناة تبعتي 450 فيديو، لربما 150 فيديو يتكلم عن سورة البقرة و300 فيديو يتكلموا بالأخص على الاستغفار. فالطامة الكبرى هي الذنوب التي تحول بيننا وبين التقدم وبين سعة الرزق وبين المغفرة وبين كل شيء. الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير. شيروا شير. هنا هذا الفيديو كان عليه 9,700 مشاركة فقط على هذا الفيديو من الفيسبوك، ولا أدري ماذا يوجد على اليوتيوب. والحمد لله رب العالمين. وعلى التيك توك الحمد لله رب العالمين كان هناك 1200 لايك، على التيك توك كان في 42,000 توك توك كان فيه 22,000 مشاهدي لنفس الفيديو، و 192,000 على اليوتيوب، و 440,000 على الفيسبوك. جزاكم الله خير، ونفع الله بكم ونفعكم ووفقكم لكل خير. أن الله قريب، اعرف أن الله قريب، لكن لا تلتفت لغير الله. اطلب كل شيء من الله في جوف الليل، لك صلاة فيها خشوع، وانت ساجد، انت ساجد ابقى ردد يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حتى ترى أن القلب لان. عندما ترى أن القلب لان والدمع صار قريب، اسأل مسألتك. لا تدخل سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثم يا رب اعطيني اعطيني اعطيني، لا، يا رب يا رب يا رب يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حتى ترى أن الجوارح خشعت وكل شيء خشع لله جل في علاه، وبدأت هيك تستشعر عظمة الله. اسأل الله جل في علاه كل شيء، اشكيل همك، كل الذي يهمك كلياته، لا تستثني شيء من أصغر شيء لأكبر شيء. قل له أنا أريد أن أكون عبدك، بدي أحبك، بدي تحبني، بدي أتعطيني، بديش تمنعني، بدي أكون من خير عبيدك. نعم نعم، من الذين تشير إليهم يوم القيامة، هذا عبدي الذي عمل كذا وكذا من الخير، وهو كله توفيق من الله. نعم اسأل الله أن يعلمك ويفهمك ويرزقك، مش فقط دنيا 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 دنيا. ومن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق، ومن ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم نسأل الدنيا والآخرة، ولكن مش دنيا دنيا، بدي زوج بدي زوج بدي زوج بدي زوج، بدي فلوس بدي فلوس بدي فلوس بدي فلوس بدي فلوس، لا بنفعش. اعرف اسأل الله. نعم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، اللهم اقطع عني ديني، اللهم علمني الدين، اللهم أسألك الفردوس الأعلى، اللهم افتح علي، اللهم علمني كتابك، احفظني، هكذا اسأل الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلنا أطلنا أطلنا، سامحوني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.